السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معي في حلقة أخرى جديدة. حلقة اليوم سوف أريكم طريقة صنع فستان بسيط وجميل باستغلال هذا الصدر. كما ترون هذا الصدر هو مصنوع فقط بغرزة الجيراني. هذه غرزة الجيراني مكونة من 3 أعمدة مصنوعة في نفس الغرزة. طريقتها سهلة جدا، طريقة هذا الصدر عفوا سهلة جدا. سأترك لكم طريقته تحت في صندوق الوصف، ويمكن أيضا أن أتركها لكم هنا في تحت في الشاشة في حالة إذا لم أتركها لكم، ستجدونها دائما في صندوق الوصف. فأول شيء سوف أشتغل بإبرة كروشيه رقم 2.5 وخيط مناسب. أنا أشتغل بهذا الخيط لأنه متوفر هنا في المغرب، مصنوع من خيطين رفيعين، يعني سأشتغل بنفس الوقت بالخيطين، أو يمكن تشتغلوا بأي خيط مناسب لإبرة الكروشيه رقم 2.5. فأول شيء نبدأ أولا هنا. هذا الصدر كما قلت ستجدونه تحت في صندوق الوصف. أبدأ من الجانب هنا وأصنع نفس الطريقة، نفس الشيء أصنع هنا غرزة الجيراني، يعني أتابع بعض بضعة سطور هنا من أجل الحزام. يعني أبدأ غرزة العمود الأولى، يعني تقريبا 3 غرز سلسلة، 1 2 3. أبدأ هنا غرزة العمود الثاني ثم غرزة العمود الثالث. أنتقل مباشرة بين غرزة الجيراني، هذه الغرزة وهذه الغرزة، أصنع هنا أيضا غرزة جيراني أخرى مكونة من 3 أعمدة. أتابع غرزة الجيراني أيضا هنا، تابع بنفس الطريقة. سأتابع بنفس الطريقة في الصدر، يعني بين كل غرزة وغرزة أصنع غرزة جيراني أخرى جديدة. تابع بهذه الطريقة بين كل هذه في كل هذه الفراغات أصنع غرزة جيراني إلى أن أصل إلى نهاية الدورة وأعود إليكم. كما ترون في النهاية أربط بواسطة غرزة منزلقة، ثم أتابع في هذه الغرزة أصنع غرزة جيراني مرة أخرى. أبدأ دائما ب3 غرز سلسلة، الغرزة الأولى الثانية والثالثة، ثم عمودين آخرين، 1 2. انتقل مباشرة إلى هذا الفراغ بين غرزتي الجيراني، أصنع غرزة جيراني جديدة وسأتابع بهذه الطريقة إلى نهاية الدورة، وأيضا لسطر آخر، يعني سطر آخر أصنعه بنفس هذه الطريقة أو دورة أخرى. كما ترون أتابع إلى نهاية الدورة ثم أصنع دورة أخرى، يعني دورة ثالثة بلون البرتقالي بنفس الطريقة. كما ترون صنعت هنا 3 دورات باللون البرتقالي، والآن سنبدأ غرزة تنورة الفستان باللون البرتقالي أيضا. فأول شيء نبدأ هنا فوق هذه الغرزة هنا 3 غرز سلسلة، سنصنع غرزتي عمود. نبدأ بغرزة العمود الأولى، مكانها سيكون 3 غرز سلسلة، ثم الغرزة العمود الثانية في نفس الغرزة سنصنع غرزة سلسلة، وهذه غرزة العمود هنا الوسطى نصنع فوقها غرزة عمود أمامية، نصنع غرزة سلسلة، وفوق غرزة العمود هنا نصنع عمودين،
العمود الأول، العمود الثاني، ثم غرزة سلسلة واحدة، وننتقل مباشرة إلى العمود الأول في غرزة الجيراني، نصنع فوقه عمودين أيضا. غرزة سلسلة ثم العمود الأوسط دائما فوقه عمود واحد أمامي. غرزة سلسلة والعمود الموالي هنا نصنع فوقه عمودين. ثم غرزة سلسلة ثم أنتقل مباشرة إلى هذا العمود وأصنع فوقه عمودين، العمود الأول، العمود الثاني. غرزة سلسلة دائما ثم غرزة العمود الوسطى هنا أصنع فوقها غرزة عمود أمامية واحدة، غرزة سلسلة وأتابع بنفس هذه الطريقة. هنا فوق العمود الثالث هنا أصنع عمودين أيضا، يعني عمودين بنفس الشكل، يعني بنفس الطريقة، نتبع نفس الطريقة دائما. غرزة سلسلة أنتقل مباشرة إلى غرزة الجيران الأخرى ومباشرة فوق العمود الأول أصنع عمودين عاديين. غرزة سلسلة العمود الأوسط أصنع فوقه عمود أمامي، غرزة سلسلة والعمود الأخير أصنع فوقه عمودين عاديين. ثم غرزة سلسلة وأنتقل إلى الغرزة الأخرى، أتابع بنفس هذه الطريقة إلى نهاية الدورة. في النهاية أربط بواسطة غرزة منزلقة في الغرزة السلسلة الثالثة التي بدأنا بها في البداية. ففي هذه نهاية الدورة، وسوف نشتغل يعني بنفس الطريقة لعدة دورات أخرى، أي فوق غرزة العمود غرزة عمود، وفوق غرزة العمود الأمامية غرزة عمود أمامية، فوق غرزة سلسلة غرزة سلسلة. نبدأ دائما بثلاثة غرز سلسلة، واحد اثنان ثلاثة فوق غرز السلسلة، ثم فوق غرزة العمود أصنع غرزة عمود جديدة، غرزة سلسلة هنا فوقها غرزة سلسلة أيضا، فوق غرزة العمود الأمامية غرزة عمود أمامية، فوق غرزة السلسلة أيضا غرزة سلسلة، فوق غرزة العمود غرزة عمود، وفوق غرزة عمود أخرى أيضا غرزة عمود. يعني نشتغل بنفس الطريقة، غرزة سلسلة نتابع فوق غرزة العمود غرزة عمود أيضا، فوق غرزة العمود الأخرى غرزة عمود، غرزة سلسلة ثم فوق غرزة العمود الأمامية غرزة عمود أمامية. ثم نتابع غرزة سلسلة غرزة عمود فوق غرزة عمود، فوق غرزة العمود الأخرى أيضا غرزة عمود، غرزة سلسلة ثم هنا أيضا غرزة عمود، غرزة عمود فوق غرزة العمود الأخرى غرزة سلسلة، غرزة العمود الأمامية أيضا فوقها غرزة عمود أمامية. سنتابع بنفس هذه الطريقة إلى نهاية الدورة، وأيضا لعدة دورات أخرى. في النهاية سنحصل على هذا الشكل كما ترون هنا، أضفت باللون الأبيض، يعني اشتغلت بنفس الطريقة باللون الأبيض، وهذا الشكل النهائي للفستان. الآن سنحاول أن ندخل شريط الستان من هذه الجهة، لكن قبل ذلك نشتغل بغرزة النصف عمود حول الحاشية، يعني نشتغل فقط بغرزة النصف عمود. الطريقة سهلة، نربط الخيط البرتقالي في هذه الجهة، دائما ننتبه أن نربط الخيط جيدا،
ثم نصنع غرزة نصف عمود بهذه الطريقة. نخرج الخيط ثم نلف ونخرج من نفس الغرزة ونلف حول الإبرة ونخرج من كل الغرز. نذهب إلى هنا حيث الحلقة، حيث غرزة السلسلة، نصنع غرزة نصف عمود أيضا. هنا غرزة نصف عمود، يعني فوق كل غرزة سواء كانت غرزة سلسلة أو غرزة عمود أو غرزة عمود أمامية، نصنع فوقها غرزة نصف عمود. نتابع بغرزة النصف عمود على طول الدورة وأعود إليكم. وفي النهاية ربطت بواسطة غرزة منزلقة، وهذا هو الشكل النهائي لتنورة الفستان. والآن سوف نشتغل في جهة الحزام. سوف نزين بشريط الستان، هذا هو الشريط. يمكن تشتغلوا باللون أيضا البرتقالي، يعني حسب الألوان التي استعملتم أو اشتغلتم بها. فسأحاول أن أدخل هذا اللون من جهة الوسط، هذا هو الوسط هنا. من المهم سوف ندخل من جهة اللون البرتقالي كي يظهر الشريط أفضل بهذه الطريقة. نتابع إلى أن نصل إلى آخر نقطة. انتهينا من شريط الستان. حرقت جوانب شريط الستان هكذا بالولاعة من أجل يعني ألا يتفكك الخيط. فسنلصق هذه الوردة في الوسط أو هنا، لكم الاختيار في هذا. من الممكن أنا أن أضع الوردة هنا، ويجب تثبيتها بإبرة الخياطة. سأضيف لهذه الوردة زر في الوسط كي يزين. وأعتقد ربما أني سأضع الوردة في هذه الجهة أفضل. بالخياطة سنثبت أولا الزر. نحاول أن لا نثبته يعني فوق شريط الستان، نترك يعني شريط الستان مرتخي كي لا يكون هناك أي مشكل. أنا سأخيطها تقريبا هنا فوق هذا اللون البرتقالي. أحاول أولا أن أثبت في هذه الجهة. ثبت أولا الزر، سيكون الزر باللون البرتقالي. يعني لكم الاختيار في طريقة تزيين الوردة أو بدون تزيين، ليس هناك أي مشكلة. لكم الاختيار في اختيار أيضا شكل الوردة. أنا اخترت ما يوجد يعني بدون أن أطيل عليكم طريقة أيضا الوردة. هذه الطريقة موجودة بالقناة، من يريد يعني هذا الشكل بالضبط يجد الطريقة الخاصة بهذه الوردة في صندوق الوصف. أحاول أن أثبت زر جيدا. الآن سأخيط الوردة، وأنتبه كما قلت لكم، أنتبه أن لا أخيط الوردة فوق شريط الستان. أحاول أن أترك الشريط حر، يعني يمكن يعني مهما كيفما كان الحال يعني يمكن أن يمر، يعني أن يتحرك بكل سهولة. فنحاول أن نثبت الوردة لكن بدون أن نضر يعني شريط الستان. ضروري أن نخيط الوردة في جهة اللون البرتقالي، أو هنا في جهة اللون عفوا الأبيض، يعني الوردة البيضاء. نخيط من جهة جوانب الوردة البيضاء.
نحاول أن ندخل قليلا من فوق كي لا نضر يعني شريط الستان. والآن سوف نثبت الوردة من هنا. بهذه الطريقة نذهب إلى هذه الجهة ثم بهذه الطريقة نتابع، فقط ننتبه لشريط الستان. نخيط من هذه الجهة أيضا، وهكذا نكون قد انتهينا من الخياطة. نعقد جيدا وندخل الخيط بين الخيوط، وهكذا أيضا نشتغل، يعني هكذا تكون طريقة يعني إخفاء الخيوط بهذه الطريقة. كل الخيوط الموجودة الباقية يعني في الفستان ندخلها بهذه الطريقة. نعقد أولا ثم ندخلها حول الغرز ونقطع بهذه الطريقة، وهكذا نحصل على فستان جميل لطفلة عمرها يعني من سنة إلى سنتين. هذه يمكن أن أقول لكم يعني أن هذا الفستان هو لطفلة عمرها سنة واحدة، لكن يعني قد يكون مناسب أيضا الطفلة عمرها سنتين، يعني من سنة إلى سنتين هذا الفستان مناسب. الفستان حقا جميل جدا، أعتذر كثيرا أني صورت هذه النهاية يعني في الليل، لأن صراحة الألوان في الليل لا تظهر. وفي النهاية هذا هو الشكل النهائي للفستان، والشكل النهائي للوردة وشريط الستان. شريط الستان يمكن أن تربطوه، يمكن أن تتركوه حر يعني فقط للزينة. هذا الفستان هو لسن سنة واحدة، وأيضا يمكن يعني أن ترتديه طفلة عمرها سنتين. الطريقة سهلة جدا والنهاية جميلة جدا كما ترون. هذا فستان رائع جدا، يمكن أن تشتغلوا بألوان أخرى كثيرة. أعتذر كثيرا للإضاءة اليوم، الإضاءة ضعيفة بسبب وجود الأمطار، ونحمد الله ونشكره على هذه الأمطار، أمطار خير إن شاء الله. وأسأل الله تعالى أن تعجبكم حلقة اليوم. جربوا هذا الفستان، هو جميل جدا مناسب لطفلة عمرها سنة واحدة ويمكن أيضا سنتين. وعلى كل حال تركت لكم يعني طريقة الصدر لكل القياسات. من خلال الصدر يمكن أن تشتغلوا أيضا أن تصنعوا هذا الفستان يعني لجميع القياسات أو الأعمار. والآن سأترككم في رعاية الله إلى حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.